الحقيقة بسعد بوجودي مع معالي السادة الوزراء. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة بسعد بوجودي النهاردة مع معالي السادة الوزراء وسيادة المحافظ وباشمهندس إبراهيم العربي وكل جهاز حماية المستهلك، لأن النهاردة يعني بنفتتح معرض أهلا بالبدارس. ويمكن الحقيقة يعني النهاردة هناك أكثر من 200 عارض، وكلهم يعني الحقيقة اللي سعيد بيه إن يعني الغالبية من المنتجات اللي موجودة هي صناعة مصرية، والواحد بيلمس إن النهاردة الحمد لله في تحسن كبير في جودة المنتج. ويعني إحنا طبعا بالتأكيد بنستهدف إن شاء الله، يعني اتمنى باذن الله يبقى العام القادم يعني يبقى المنتجات كلها تبقى 100% مصريه، لان طبعا هدف هذه الصناعات انها تغطي الاستهلاك المحلي بالكامل. والحقيقه مع معالي وزيره الصناعه احنا بنعمل بصوره كبيره جدا على تشجيع الصناعه، وبالذات في هذه المنتجات الحيويه اللي يعني بتمس الحياه اليوميه للمواطن المصري. ويمكن يعني فرصه ان احنا طبعا نتكلم على العام الدراسي القادم ان شاء الله، واللي هيبدا بصوره رسميه في شهر اكتوبر. والحقيقه احنا يعني بنتابع كمجلس وزراء بصوره يوميه الاستعدادات للعام الدراسي، لان هدفنا طبعا بالتاكيد هو العمل على انتظام العام الدراسي القادم ان شاء الله لاولادنا في مختلف المراحل الدراسيه. وعشان كده يمكن كل الاجراءات الاحترازيه بنحاول ان احنا النهارده نتابعها، وعمليه اعطاء اللقاحات للمدرسين والكوادر الإدارية في المدارس، وأيضا أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة في الجامعات، لأن طبعا بنستهدف إن شاء الله أن يكون هناك أكثر يعني درجة من الأمان والإجراءات الاحترازية بإذن الله، عشان بإذن الله يعني نتمنى أن العام الدراسي إن شاء الله يبقى منتظم ويعدي على خير من غير ما يكون عندنا إصابات في موضوع فيروس كورونا بإذن الله. فيمكن عشان كده يعني انا كانت فرصه النهارده ان انا يعني ابقى موجود ويعني اشوف ال 200 عارض النهارده في مختلف المنتجات. ويمكن زي ما قلت مره اخرى انا سعيد جدا ان الغالبيه العظمى منها يعني مكتوب عليها صنع في مصر، واتاكدت فعلا ان هناك جوده حقيقيه بيحصل في هذه المنتجات، وربنا يوفق ان شاء الله. شكرا.